عبر سكايب ينضم إلينا دكتور أسامة سعيدة مدير تحرير جريدة الأخبار. دكتور برحب بك معنا إلى هذه التغطية على شاشة أكشن نيوز. يمكن ساعة الحقيقة تقترب وتعد هذه المنافسة وهذه الانتخابات هي الأكثر تنافسية التي تشهدها تركيا وتذهب إلى يعني جولة إعادة لهذه الانتخابات. توقعات حضرتك لهذه الجولة؟ يعني أولا تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي جولة حسم كبيرة، ربما هذه هي المرة الأولى التي نرى في الانتخابات التركية جولة إعادة. بحسب كثير من المراقبين هذه الجولة ربما تحدد مصير تركيا الحديثة، خاصة أن تركيا أو الجمهورية التركية تحتفل العام المقبل بالمئوية الأولى لتأسيس هذه الجمهورية بعد إلغاء أو بعد انهيار الدولة العثمانية. أعتقد أن هذه الجولة ستكون بالفعل حادة للغاية، صعب أن نتوقع من سيفوز. كثير من استطلاعات الرأي، كثير من التقارير تشير إلى تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق كثير من الاستطلاعات وكثير من التقارير، لكن في تقديري أن المعارضة أيضا في جولة الإعادة ربما ستكون لديها العديد من المفاجآت، خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها الحملة الانتخابية لكمال كليتشدار أوغلو على مدى الفترة الماضية، تصعيد الخطاب القومي، انضمام بعض الأحزاب القومية، بعض أحزاب المعارضة أيدت أو أعلنت تأييدها لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، فضلا عن أن كثير من الأصوات الشبابية التي تصوت للمرة الأولى ربما أيضا يكون لها العنصر أو عامل الحسم في هذه الجولة. بالتالي أعتقد أنها ستكون معركة ساخنة للغاية، معركة خارج التوقعات، وسينتظر الأتراك وسينتظر ستنتظر المنطقة والعالم اللحظات الأخيرة للفرز حتى نعرف من سيكون رئيس تركيا المقبل. دكتور أسامة، الحقيقة أن اسطنبول هي مقسمة جغرافيا ما بين يعني جزء أوروبي وجزء أسيوي. الجزء الأوروبي يشغله طبعا الملفات الاقتصادية وتداعيات هذه الملفات الاقتصادية، وهو ما يعول عليه طبعا المرشح كمال كليتشدار أوغلو. أما بالنسبة للجزء الأسيوي هو يعول ويشغله طبعا النعرات القومية التي أطلقها الرئيس المنتهية ولايته أردوغان. على ماذا يكون التعويل هنا من قبل المرشحين سواء كان أردوغان أو حتى كمال كليتشدار أوغلو؟ يعني أعتقد تعويل كلا المرشحين سيكون على الأصوات المترددة، الأصوات التي لم تحسم موقفها بعد أو التي راهنت على مرشحين آخرين، حتى وإن كان سينان أوغان المرشح الخاسر في الجولة الأولى أعلن تأييده لأردوغان، ولكن في تقديري أن أصوات أوغان لن تذهب بالكامل لأردوغان كما أراد سينان أوغان، ولكن ربما يذهب بعضها أيضا إلى كمال كليتشدار أوغلو. أعتقد أن تعويل كلا المرشحين سيكون على الأصوات المترددة وعلى أصوات الشباب، لأنه كما قلت كتلة الشباب هذه المرة لها عنصر كبير أو إمكانية كبيرة لتحديد من سيقود تركيا في الفترة المقبلة. أيضا على كثير يعول كلا المرشحين على أصوات المناطق التي تضررت من زلزال 6 فبراير، خاصة أن هناك انتقادات واسعة لأداء الحكومة التركية بعد الزلزال في إقليم أو في ولاية هاتاي. هناك أصوات غاضبة كثيرة ولم يكن التصويت فيها لصالح أردوغان في الجولة الأولى، ربما يعول أردوغان عبر وعود كثيرة لهذه المنطقة في مسألة إعادة الإعمار وغيرها على أن يستعيد حضوره ويستعيد المقدمة في هذه المنطقة. في المقابل أعتقد أن كمال كليتشدار أوغلو يراهن بشكل واضح على القضية الاقتصادية، خاصة في ظل العديد من الانتقادات التي رافقت الحملة الانتخابية لأداء حكومة أردوغان وتراجع قيمة الليرة التركية وتراجع مؤشرات الاقتصاد التركي على مدى السنوات الأخيرة. أيضا في المقابل يراهن كمال كليتشدار أوغلو على فكرة التهجير أو إعادة اللاجئين أو إعادة السوريين إلى مواطنهم وإعادة الأفغان إلى بلادهم. أعتقد أن هذا الخطاب يلقى رواجا لدى فئة غير قليلة من الأتراك في هذه المرحلة. لكن دكتور أسامة عفوا عن المقاطعة في هذه الجزئية، الكثير يمكن يرون أن هذه النتيجة جت مفاجأة، وهي مسألة تقارب الأصوات ما بين المرشحين، لأنهم يرون بأن أردوغان كان له هناك العديد من الأمور السلبية، منها طبعا كما ذكرت ملف اللاجئين وحتى مسألة الزلزال وتداعياته الاقتصادية وحتى الاجتماعية على داخل التركي والعديد من الأمور الاقتصادية وملفات الاقتصادية وتداعياتها. لكن البعض يرى أن أردوغان له أيضا عدد
العدد من الأمور والنقاط الإيجابية، منها الإنجازات التي حققها ووضع تركيا على خريطة الإقليمية والدولية، وملف الأكراد، والعديد من الملفات الداخلية. كيف تقيم كل هذه الأمور، ويعني على مدى يكون التعويل في هذه النقطة بالتحديد؟ يعني أولا يجب أن ندرك أن حزب العدالة والتنمية ومرشحه رجب طيب أردوغان هم يمثلون ماكينة انتخابية قوية للغاية في الداخل التركي. على مدى 20 عاما خاضوا العديد من المنافسات الانتخابية والصراعات الانتخابية، واستطاعوا أن يفوزوا في كل الاستحقاقات الانتخابية على مدى عقدين من الزمان. ولكن هذه هي المرة الأولى التي نجد مرشح حزب العدالة والتنمية يخوض جولة إعادة، وهذا مؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار، لأنه يفسر أيضا بعض السلوك لدى الناخب التركي الذي ربما تغير. البيئة السياسية التي كان حزب العدالة والتنمية يستطيع أن يفوز بالانتخابات بفارق مريح عن أقرب منافسيه، هذا تغير في هذه الانتخابات. وأعتقد أن كل الأمور التي أشرت إليها في السؤال فيما يتعلق بالتجربة الاقتصادية، بالتجارب الإقليمية أو الوجود الإقليمي لتركيا، فيما يتعلق أيضا بالتعامل مع الأكراد، هي نفسها كما يمكن اعتبارها نقاط إيجابية، يمكن أيضا في المقابل اعتبارها نقاط سلبية. على سبيل المثال، التجربة الاقتصادية التي أمنت لحزب العدالة والتنمية فوزا مريحا في كل الانتخابات السابقة، الآن هي محل تساؤل من قبل المواطن التركي الذي يرى قيمة الليرة التركية تتراجع، الذي يرى معدل التضخم في أعلى مستوياته، الذي يرى تجربة اقتصادية ربما لن تستمر بشكل كما كان معتادا عليها في سنوات سابقة. أيضا فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، بموازاة أن رجب طيب أردوغان استطاع أن يضمن لتركيا سياسة إقليمية وأمور فيما يتعلق بالتعاون مع أوروبا والتعاون مع الولايات المتحدة، لكنه أيضا زج بتركيا في العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تدخل وتورط في العديد من الأزمات بدعمه لتيارات إسلامية متطرفة بمحاولات أيديولوجية لتبني جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها، وبالتالي هذه أيضا تؤخذ على رجب طيب أردوغان وعلى سياساته. فيما يتعلق أيضا بالتعامل مع الأكراد، صحيح أنه استطاع أن يؤمن تركيا من بعض هجمات حزب العمال الكردستاني، لكنه أيضا أدى إلى احتلال مناطق في شمال سوريا، وهذا يكبد الأتراك ويكبد الجيش التركي الكثير من الخسائر بسبب الهجمات التي يتعرض لها. أيضا يكلف تركيا ضغوطا إقليمية لكي تنسحب من الشمال السوري، فضلا عن العداء الواضح ما بين نظام حزب العدالة والتنمية وما بين حزب الشعوب الديمقراطية الذي هو يمثل واحد من أهم الكتل النيابية، حتى وإن كان حزبا تم حله وتم سجن زعيمه، إلا أن هذا الحزب فاز بكتلة لا تقل عن 10% من مقاعد البرلمان التركي. بعد كل هذه الأمور دكتور أسامة، مشكلة. صحيح. نعم. هل يعني من وجهة نظر حضرتك جاءت الرسائل السياسية لنشاط سواء المرشحين، سواء كان طبعا كمال كجار أوغلو أو حتى أردوغان، كانت مرضية بالنسبة للشعب التركي قبيل انطلاق هذه الانتخابات؟ يعني أعتقد كل مرشح اعتمد على الحاضنة الشعبية التي يطمئن لوجودها والتي يضمن بقائها. في المقام الأول اعتمد رجب طيب أردوغان على الأصوات الأيديولوجية، الأصوات المحافظة، المناطق المحافظة التي يؤثر فيها الخطاب الديني والخطاب الشعبوي والخطاب التحريضي إنجاز التعبير. هو حاول أن يستخدم ذلك في المرحلة أو في جولة الإعادة بشكل واضح وبشكل لافت، من خلال أيضا الهجوم على المعارضة، التعهد بمحو هذه المعارضة بعد 28 مايو. كل هذه أمور استخدمها أردوغان بكثافة في جولة الإعادة، وأعتقد أنه كان يغازل بها القاعدة الشعبية الأساسية له. في المقابل أيضا حاول أن يغازل فئة الشباب، حاول أن يغازل القوميين، حاول أن يغازل أيضا الطبقات الاقتصادية القلقة من مستوى الاقتصاد، وتعهد بإصلاحات اقتصادية. في المقابل اعتمد كمال كليشدار أوغلو على خطاب جديد ربما يختلف عن الذي تبناه في الجولة الأولى من الانتخابات، اعتمد خطابا قويا للغاية، هاجم مرشح حزب العدالة والتنمية، استخدم أيضا ورقة اللاجئين وورقة المهاجرين، استخدم أيضا وعود اقتصادية، خاطب فئة الشباب. وأنا أعتقد أن كل مرشح حاول أن يستخدم الأوراق الرابحة بالنسبة له، ولم يتبقى سوى أن يصوت له كل ما أخفق فيه المرشح الآخر. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أسامة سعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.